فيديو اماتور، فيديو اماتور سي با بروفيسيونيل، ولكن صباح الخير. عواشر مباركه، رمضان مبارك، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا رمضان يدخل عليكم بالصحه والعافيه وعلى جميع الامه المغاربه كاملين والانسانيه عبر العالم. في الحقيقه زعما تفاجات، لقيت مغاربه صراحه متقفين بزاف، كلشي لي كومونتير زعما مكتعياش. دابا قريت لي كومونتير تقريبا كاملين، مازال كينزلو لي كومونتير. بصراحة المغاربة عارفين لو ديتاي دي ديتاي، عارفين الجزئيات ديال الجزئيات، سي ميكروسكوبيك في التعليق ديالهم. عارفين التاريخ ديالنا وعندهم ثقة في التاريخ ديالنا، وعندهم ثقة في الهوية ديالنا، وعندهم ثقة في الماضي البعيد، وعندهم ثقة في المستقبل. لقيت واحد العقلية صراحة انبهرت، لان لقيتها عقليه ايجابيه. حنا عارفين كاين مشاكل، كاين شي حد وكلش، ولكن في هذه القضيه، القضيه ديال الدفاع عن الهويه المغربيه والدفاع عن الكرامه ديال المغربي والقيمه ديال المغربي، ما فيهاش قادك عنده ولا ما عندوش، فقير ولا غني، ولا كيف ما كان مذهبه، كيف ما كانت ديانته، كيف ما كان عنده المعتقدات ديالو، ولا كي كيكون مغربي وكيبين مغربي وكيبغي حتى المغربي ديالو يبغي المغاربه، هذه كدير علامه ان المستقبل اللي جاي ان شاء الله بخير. هنا كتشوف دابا الشباب، كاين هنا الدراري اللي دخلوا قد ولادي وصغر مولادي كاع، دونك سوي فيير مغاربه. واللي عجبني انهم عارفين التاريخ ديال بلادهم وعارفين التاريخ ديال الاعداء. هنا ما خصنا نشوف كي كنذكروا، ما خصناش نكون ايبوكريت، يكونوا عندنا وجهين. عندنا عدو اللي هي الجزائر، عدو بمعنى الكلمه، وتريد الخراب والدمار الى المغرب. هادشي ما خصناش نخبيوه ونبقاو نحاولوا نروغوا ان نحن اشقاء والمغرب العربي ونحن اخوه في الاسلام. شوف هذاك الشيء انا بالنسبه ليا ما تهضرش معايا به، بغيت تهضر معايا بهذا الشيء سير شي بلاصه اخرى. انا معايا هضر معايا بالمنطق، الخير بالخير والبادي اكرم والشر بالشر والبادي اظلم. حنا ما عمرنا درنا الشرط الجزائري، ما عمرنا درنا الشرط الجزائري، وما عمرنا خرقنا شي اتفاقيه معاهم، وعمرنا تعدينا عليهم، وعمرنا نعتنا الجزائريين بالشر، وعمرنا احتقرنا الجزائريين. وهادشي اللي كنقولوا العكس ديالو كله كاين عند الجزائر وعند الجزائريين، لان ترباو على هادشي، ترباو على هادشي وقراو على هادشي وتمنهجوا على هادشي، فهمت؟ ما يمكنش غتغير لهم انت واحد العقيده ديالهم اللي سنين وهي عندهم، انهم ورثوا افكار شيوعيه. بما ان المجاهدين والمناضلين اللي كانوا كانوا كيحاربوا، كيقول لك نحاربوا ضد الكفر، ان علاش ضامنوا الجزائريين والمغاربه وحتى التونسيين باش عاونوهم على الاستعمار، لان كانت فكره الجهاد ضد الكفار. هذه هي الفكره اللي كانوا مدخلينها، ولكن الشيوعيين كانوا مستغلينهم وكانوا يهيئوا الارضيه ديالهم باش يحكموا ديك البلاد. والجزائر الاستقلال ديالها داتو عن ضغط دولي، كانوا معسكرات. المعسكر الشرقي جامعة الجزائر وضغط، وكل شيء ضغط باش تحر. وزيادة الفرنسيين ما بغاوش الجزائريين يكونوا فرنسيين، شافوا العقلية ديالهم ان غادي تخلط لهم النمط الاجتماعي ديالهم. الفرنسيين داروا ريفيروندوم وما قبلوش الجيري تولي فرونسيز، لانهم ما قبلوش لي زالجيريان يكونوا فرونسي. ان هذا هو الواقع، ولا فرنسا خرجت بالكسوه ديالها وخلات الكور ديالها، خرجت لي فاتمون ديالها لي توني ديالها، وخلات لي كور ديالها اي لي سيرفو ديالها بلي توني الجيريان. هادشي ما نتناقشوش فيه، ان كيعايروا المغرب يقول لك نتوما خلقكم وصاوبكم اليوطي، وتجيب لي انا القصه ديالك ديال النوميديا وما سينيسا والكاهنه وداك الشيء اللي هي بعيد الزمن، وهي اصلا ثقافه امازيغيه اللي هملتوها دابا وما مقدرينهاش، ثقافه امازيغيه. وثاني حاجه، حنا ماشي شغلنا فيكم عندكم ثقافه ولا ما عندكمش ثقافه، حنا كنشوفوا التاريخ البعيد وكنشوفوا التاريخ ديال المغرب. قضيه العدوانيه، المغرب ما عمرو دار عدوان. المغرب دخل الجزائر كان في تلمسان، كان في مطرومه، كان في غزوات، كان في المناطق كبيره، كان في بشار، كان في تندوف، كان بني ونيف، كان تيغنيف، كان في شي مناطق ديال الصحراء اللي كيقولوا لها الصحراء الشرقيه، او انتم عندكم الصحراء الغربيه الجنوب الغربي، كانوا فيها مغاربه. وما عمرنا سمعنا بواحد لي جونيسيد ان المغاربه قتلوا عدد كبير من الجزائريين او داروا،
كاين تاريخ باقي في تلمسان، باقي المساجد، باقي قلعات، باقي كل شيء باقي مجسد على كأنه داز حضارة مغربية 100%. بينما كندور أنا ما كنلقى العثمانيين وراء التيمونياج ديال ليوتي، قال لهم لما دخل في المذكرة ديالو كون جو سوي رونتخي اون ألجيري جي نو تروفي كو دي بوسيير، لقى غير الخبرة، لقى غير لو ديزار، ما لقى والو. سي لا فرونس كي كونستروي ألجيري، والألجيري خدات لانديبوندونس ديالها، وهذاك الورث المعماري والورث المعماري والقانوني وكل شيء اللي خلاته لها، زائد البترول والغاز، فهمتي، شويه فرعناها لان اصلا المبدا ديالها شيوعي من ديبار ضد المغرب، لان بلا صحراء بلا والو كان ديجا ليديولوجي الجيريان ايتي اونتي اسلاميست اونتي كابيتاليست لي دو، غير لو ماسك ديال الاسلام بوغ فار باسي لي زيدي اسلاميست الافكار الاسلاميه. المهم كاين محللين يعرفوا احسن مني وما راه يهضر معكم، انا كنهضر لكم انا اون طون كو تيموا كو جي فيكي اون الجيري، عشت في الجيري، وكنلقى هاد لي كومونتير اللي يقول لك نتوما تبوسوا يدين وانتوما، حنا عندنا تاريخ وعندنا انتماء وعندنا ملوك، مات الملك عاش الملك، فهمتي، نهار اللي حضرنا حنا الوفاة، والدينا حضروا الوفاة محمد الخامس، حنا كنا باقيين صغار، وحنا حضرنا وفاة الحسن الثاني الله يرحمهم في زوج، وحضرنا ولوج العرش سي محمد، وولادنا غادي يحضروا، وحنا ربما نبقاو حيين ونبقاو غاديين معاهم، لأن علاش حنا كنحافظوا على التاريخ؟ هنا كان استمرارية الدولة، لو برانسيب دو لا كونتينيتي دو ليتا، حنا ما عندناش برانسيب دو لا كونتينيتي دو ليتا أبخي إليكسيون، حنا عندنا الورد الشرعي. وهذاك هو اللي حافظ على الجمال ديال المغرب، وعنده تاريخ وعنده الأناقة ديال التاريخ ديالو، وخلق في المغاربة المبدعين الإبداع، المغاربة كيبدعوا في الفن، كيبدعوا في أي حاجة، أي عمل تعطيه المغربي كيبدع فيه، عطيه غير الصالير ديالو تهلا فيه، عطيه الحق ديالو احترمه، وإلا ما عندكش قول ليه راه ما عنديش يخدم معاك، بكل احترام. العقلية المغربية ما تلقاها حتى شي بلاصة، حنا عشنا برا وعشنا في الدول، واليوم المغاربة عاقوا باللي الجزائر دولة عدوة، وأن الجزائريين متشبعين بهذه الفكرة ديال أنهم المغرب خدا الصحراء تاريخيا مغربية، استرجع الصحرائية، ما كنقولوش خدا الصحراء، نقولو المغرب استرجع صحرائه، استرجع الصحراء ديالو، إلى غيكيبيغي سون صعاب، دونك لارجيري دارت مناورات كثيرة، محاولة اغتيال ديال الحسن الثاني شحال من مرة، محاولة الانقلابات كلها عن طريق مبغيش ندخل في واحد لي ديتاي باسكو غنتوشي شي وحدين هنا في المغرب، كاين شي خوانا كانوا هنا. ولكن الملك الله يرحمه دار ديك لالتيرنونس ودار شويه ديال التنازلات، لان كانوا خوانه، ودابا حاليا كاين خوانه اللي كيمشيو بالفلوس واللي كيأيدو غير الفلوس، في الحقيقه راه ما كيأيدو لا بوليس ولا الجير، كيأيدو غير البكيه، اللي عطاهم البكيه مشاو معاه، مشاو مع الجير عطاهم البكيه، وما يمكنش يعني المغرب يعطي البكيه على قضيه ديالو، ما يمكنش انا سميتي ابراهيمي غوتي ونعطي الفلوس باش يعيطوا لي ابراهيمي غوتي، ها ما يمكنش هذا البورتاب ديالي ونعطيك فلوس تقول لي البورتابل ديالك، ديالي، ما نعطيك ما تعطيني، سير عند واحد اخر يدور معاك ويقول لك هذاك البورتابل اللي عند ابراهيمي راه ديالو، شهادة الزور كيسمى شهادة الزور، دونك حنا غاديين نورمال. لالجيري ابخي سون انديبوندونس خدات الاستقلال ديالها او 1962 لو 5 جويي، لو 5 جويي المغرب كان ديجا مستقل، لو 5 جويي لو ماروك اتوندي لا مان لالجيري. طوندي لا مالجيري عطى المساعد الجزائر كيما كان كيساعدهم في وقت الاستعمار، وقت الاستعمار يعاود لي الوالي الله يرحمه كانوا جزائريين يباتوا عندنا في دربولات الكادي في وجده، دربولات الكادي المدينه القديمه، كانوا يباتوا عندنا بزاف، باتوا عندنا كان كيدوز عندنا في السيمانه، والوالد كيزفت الخدام كانت عنده القهوه وكيزفت الماكله، يزفت كل شيء مصاوب لعندهم، ديما الطياب ليل ونهار، عندنا عايشين بخير وعلى خير. يباتوا عندنا ونحميهم، و دي غروند بارتي كانوا يباتوا عند الجيران ديالنا، كنا كنقسموهم عند الجيران ديالنا، و راه الوجدة عارفين هاد القضية، الوجدة عانوا من هاد القضية، الوجدة عانوا مويلات الجزائر، لأن الجزائر لانغراتيتود، عدم الاعتراف بالجميل ونكران الخير، هادشي فين ولينا، ولينا كنتسبوا ولينا كنتعايروا، الجزائر بغات تاخد ليدونتيتي ديال المغرب، حنا عقنا بهم، فقنا بهم. سيرتو داكشي طور وقت بوتفليقه، بغاو ياخذوا جميع ليدونتيتي، علاش ما كايناش ايدونتيتي؟ لا تركيا ما خلات والو، تركيا ما خلات كالكو تخيك، الجزائر كانوا كيضحكوا علينا،
الجزائر كانوا كيضحكوا علينا الوقت اللي استقلوا، من بعد كانوا يضربوا لي كوستيم صباط فيرني وكرافاته، كانوا كيضحكوا على الفوقيه ديال المغربي والجلابه المخزنيه والجلابه الجبليه، والعيال ديالهم كانوا كيلبسوا لي دوني لي الظهر عريان كتسمى لي دوني لي روب، يلبسوا لي جيب يلبسوا داكشي في الاعراس. في الاعراس كتمشي بلوزون بلوز فرونسيز صدر ربما تيرك ولا مش عارف ولا اسبانيول فاسون، والظهر عريان كيتسمى لي روب دوني ولا كول كول بونشي. كانوا دي كول في الاعراس ديال بكري انا حضرت ليهم ديال الجزائر، كانوا الجزائريين كيلبسوا لبس شبيه باللباس الفرنسي لي روب دو سواري لي روب. كانوا كيعيبوا على القفطان، كانوا كيقولوا لهم حنا عربيه، كيغيبوا على القفطان يعيبوا على التكشيطه على البدعيه على البلغه، البلغه الفاسيه والبلغه المراكشيه المهم كانوا كيعيبوا علينا كما ينبغي، كانوا كيعيبوا على المسلسلات ديالنا يضحكوا علينا يضحكوا على المهم داكشي ديالنا كله كان ضحكه عندهم. وباش يضحك عليك يقول لك مروكي، باسكو مروكي بالجزائر ما يعنيش ماروكان، يعني معيوره، هي يعني المعيوره. حنا اليوم كبرنا والجيل ديالنا اللي جاي الجيل ديالنا كنعرفوا القيمه ديالهم ما يدوزوهاش عليهم، غير هو انا كنقول لهم نو فات با كونفيونس، ما ديروش ثقه نهائيا. الجزائر عدوه ابديه، الجزائر عدوه ابديه، دير معها بغات ترونجا معاك دير معها لي بوان سير ليزي، المعاهده ديالها ما غاديش تحترمها، يكون على يقين ان اي معاهده ديرها او اي اتفاقيه ما غاديش تحترمها، ما غاديش تحترم الشعب ديال المغرب، جامي تحترمه، جامي تحترم الشعب ديال المغربي، وما عمرها علمت الشعب ديالها يحترم الشعب المغربي او يحترم المغرب. ولا شفتوا الاعلام الجزائري كله موجه للمغرب وعمري جبت شي حاجه ايجابيه في المغرب، عمري يقول ان المغرب وصلوا فين وصلوا فين وصل ما كايناش، تلقاها في الاردن تلقاها في السعوديه تلقاها في فلسطين اللي باقيه تلقاها في لبنان، هذا في الدول اللي دايرين بينا تلقاها في لافريك وتمشي لاوروب كلشي كيشكر المغرب ما عدا في الجزائر. الجزائر الجزائري كيعايرك شتو بوهلال ابراهيم بوهلال، واحد السيد سولني قال لي شنو كيقول، قلت له هذيك الهضره اللي قال ابراهيم بوهلال على العيال ديال المغرب والاطفال المغرب كانوا كيقولوها لي انا صغير، كيجي واحد كبير بعقلو يعيق عليا الموسطاش ويقول لي مشيت للمروك والعيالات وهادي والدراري والطلبه والسعايه، هادشي اللي يقول انا باقي صغير عندي دوزون جي عاود لي هاد الشكل زعما عندكم في البلاد. دونك هادشي شنو هو؟ شنو هما داك التباهي ديالهم على الخوا الخاوي؟ خوا الخاوي علاش؟ العقده اللي خلات لا فرونس، إن نو سون ني تيرك ني فرونسي ني الجيريان، ما والو، علاش ما بغوش يخلقوا الشخصيه ديالهم؟ ما بغوش يخلصوا واحد يخلقوا واحد لا بيرسوناليتي ديالهم ويديوها في راسهم، لا ما يمكنش. انا مثلا انا عندي تقاليد واعراف، سير لعند الجابون قول لهم علاش كتركعوا تنباطحوا امام الامبراطور، سير عند الهنود قول لهم علاش كتعبدوا البقره ولاش كتحاذروا البقره، وسير عند لي جابوني ولا لي زيندوس علاش كتعبدوا بودا وتعبدوا الصنم مصوب بالقبص ولا مصوب بالرخام. كاين شي مسائل كلها وديها في قبو، ماشي شغلك انت ياك ما كان اديوكش ياك ما كان قربوكش ياك كنا هازينك عندنا كنا كنعاونوك كنا كنساعدوك، ها وليتي كتبين ما بغيتش تبين الشعب الجزائري ان المغرب ساعد الجزائر، وكتبين ان المغرب خان الجزائر، خان الامير عبد القادر وخان المقاومه الجزائريه، ها هذا هو علاش كنقول لكم التاريخ البدايه ديال التاريخ بناء على الغدر ديال المقاومين بعدا، المجاهدين اللي تحاربوا ديال بصح تعدموا بقاوش حيين تعدموا وما ذكرهمش التاريخ، وبقى لهم هاد البارتي يركبوا عليها حكومه عسكريه شيوعيه، وخا الشيوعيه مشات دابا مابقات لهم لا شيوعيه ولا كابيتاليست ولا اسلاميه ولا مولوديه ولا بوذيه ولا والو والو والو. كيقريوك المغاربه بني صهيون، صهيون اليهود المغرب اليهود صهيون، هذه اللي كاينه في الجزائر بني صهيون. انا بعدا كنسول راسي كنقول كنت كنقول ان هاد صهيون كيفاش هاد القضيه ديال صهيون صهيون كيقريونا هاد صهيون وكل شيء كيقول صهيون، وصيدوا شحال من واحد وكنت غادي نصيد معاهم انا، الناس كيقول لك الصهيون داروا للعرب وداروا لكذا وكذا، هما كياخذوا في المناصب كيقولوا اني بني صهيون وفلسطين والصحراء هذه، وكياخذوا في المناصب وكياخذوا في الممتلكات وكيديروا لاباس، والشعب مسكين بركوا عارف فالصهيون اليهود الصهيوني، وهي شنو كاين؟ كاين المصالح، يدوز بك الدكاكه انت تغوت هو يقض لي زانتيري، وانا ما شفتش صهيون جيني با فيانايا، كاينه اليت ديكزيستونس داكوغ
كاين الحرب من اجل البقاء او الصراع من اجل البقاء كان او من اجل فرض الاحترام. حنا في ديك الوضعيه، حنا صهيون دابا حنا خصنا نحاربوا من اجل الوجود، خصنا نحاربوا لان الجزائر ما عندهاش القوه. شتي الجزائر ما عندهاش قوه باش تحارب المغرب، كون كانت متيقنه من القوه ديالها كره ريبتنا. ها كدير دوك المناورات ديال بشار وتندوف ديال هذاك خينا، الضرب في عمق العدو. واش دخلنا عليكم بالله؟ واش كيقول لك عدو؟ واش كيقول لك عدو؟ وهما كيقولوا عاشر الجيش الشعبي الوطني الجزائري، وانت تقول لي خاوه راه كيقول لك انت عدو ديالو في عمق العدو. هدف لي مانوفر مديكلارين، ولي مانوفر كيجيبوهم في التلفازه وافتخار. الناس كدير داك الشيء، كتهضر على لا تكنيك دو كار، على لا جيو استراتيجي، لو جيني دو كار مودرن، يهضروا على شي حوايج. وثم المغرب مروك ويجي واحد يدير لي كومونتير يقول لي يا اخي انك تثير الفتنه، واحد يقول لي شوف لي شعرو راه ضارب جوان، ويقول لي دابا نضرب جوان ونخبر شعري ولا نقرعو ولا واش انت كتسمع لي ولا كتشوف فيا؟ كتشوفني كيفاش داير؟ ها انا ماشي انفلونسور ولا ارتيست اكتر، انا كنحرر ضميري وكنعيق المغاربه بالعدو اللي هو موجود وابدي، وباز المغرب وباز الحسن الثاني. لان شوف الله يرحمه، نتعرف واحد القضيه، الجزائر ورثت خيرات، ورثت ارض مصاوبه مقاده فلاحه كل شيء، وزادها البترول والغاز. ماشي ما فكرتش في المغرب ترجع ليه الخير ديالو، فكرت تسخر دوك الخيرات اللي ورثتهم باش تطحن المغرب، خدمه للشيوعيين وخدمه للحقد والكراهيه، نظرا لان المغرب عنده تاريخ وعنده هويه بالديتاي، من الملك 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 كل عام. كاين وقت الضعف وكاين وقت القوه، وكان هذه هي الحياه، فهمتي؟ اون باس باغ دي مومون دو فابلاس اي دي مومون دو بويسونس اي دي مومون دو مودستي، فهمت؟ هذه هي الحياه ديال الدنيا، داكوغ؟ كان شي عهد داز ضعيف، عهد قوي، عهد ضعيف، سي نورمال، سي لافي، مي اون اكزيست توجور، والشجره باقيه هابطه هي، ما تبدلتش، ما جاش شي واحد بدل النعيات، ما تقلب الجيري، افيك لانستيغاسيون دي كومينيست دي كابيتال دي سوسياليست، بيلو كو، هما يقربوا كيفاش يخربقوا. وداروا زعماء عندنا هنا في المغرب، شنو باغي يدير زعماء؟ باغي يقلب لنا المملكه، شنو يدير لنا رئيس؟ نجحوا مولين الرؤساء، راه عندنا رؤساء البلديات ورؤساء المقاطعات ورؤساء الجهات، اش دايرين لينا؟ ياك منتخبين، ياك منتخبين هاد الرؤساء، ها؟ ما نجبت الاحزاب، رؤساء كلهم اش دايرين؟ كاين ولو ما كانش التدخل ديال الملك سي محمد نصره الله ونصره الله وحفظ، نقولها لكم انتوما اللي صافي نقولوا لي ونبوسوا اليدين حنايا. كون ما كانش هو التدخل ديالو، جميع القرارات ديالو هو اللي كينصف الشعب. المنتخب اش دار المنتخب؟ هو رئيس، انت باغي دير رئيس دوله، حنا رئيس جماعه ما لقيناش فيه خير، رئيس مقاطعه ما لقيناش فيه خير، رئيس الجهه ما لقيناش فيه خير. هاد الشيء انت باغي تهضر ليا على نو مسيو، نو مسيو، جو فو كالكان كي بروتيج سون ترون، اي اون بروتيجون سون ترون يل بروتيج اون ناسيون، ان بي، اون بوبيلاسيون، باسكو لا بوبيلاسيون إلي افيك سو ترون. إذا ما كانش لا بوبيلاسيون على من يكون هذاك لو ترون؟ على الخوا الخاوي. دونك هي اون فيزيون وكاين اون ريسيبروسيتي، ها؟ اون كواليسيون ما بين شعب ومالك، لأن أنا ما كانش الشعب راه ما كيكونش مالك، راه الشعب اللي كيقدم الولاء للملك ديالو. سي بوغ سو كو الملوك الأحرار كيحافظوا على الشعب ديالهم. كاين المنتخب، لا دابا أنتوما كتحكروا هذا الالتيرنونس كتقولوا راه الملك هو اللي كيحكم، شي بوليتيسيان كيبغي يدورك، ما يقول لك لا، القرارات كلهم كيجيو ما عند الملك. على دابا الملك منع شي عضو يكون زوين بخير ويدير الخير ويصاوب مزيان، ها، ويدافع على المنطقه ديالو، غيمنعو. ها الا كان شي بريزيدون ديال جهه ودار دافع على الجهه ديالو وحارب البطاله وحارب التسول وحارب التشرد، الملك يقول لي علاش درتي داك الشيء؟ ها غادي يعلق ليه وسام، غيولي من خدام الاعتاب الشريفه وخدام المواطنين. حنا باش ما ندخلوش يقول لك لا حقا القرارات كلها من فون وهذه اللعبه، هذوك اللي بغاو يدخلوك في لا ديماغوجي وداك الشيء ديال نو مسيو، هي اني لو مشى الو نجح ولا زور كيدخل يمثل شي ناس يدون لا بون ايماج للمواطنين. لو هو ني با ريسبونسابيليزي، لو هو اتاك بوفوار دو جيستيون، اتاك لا ديموكراسي. مع عبد الحسن الثاني دار الله يرحمه دار الالتيرنونس، الاحزاب كاع تقدر تدوز، ها انتوما ما بقيتوش كتيقوا في الاحزاب، مو سي ما بقيتش كنتيق في الاحزاب، ولكن
هادشي ما يعنيش انني غادي نهمل الدوله ديالي ونهمل الامه ديالي ونهمل الملك ديالي، لا، هادوك نتحاسب معاهم سياسيا، نتحاسب معاهم سياسيا، والشعب كيكون واعي ويتحاسب، يعرف يتحاسب مع المنتخبين، راه ما يبقاش يزقزق لك. اما الكرامه ديال المغرب راه ما فيها لا حزب ولا مولاي بك، اللي بغيت تحارب الكرامه ديالك خصك تكون مغربي، تكون مغربي، لان جميع كل الدول كنقول لك كيقدروك وكيحترموك وكيقدروا المغربي، والمغربي معروف عندهم الثقة فيه في العمل وإتقان العمل في العالم كامل. كنقول لكم ديما المغرب هما لي شينوا د لافريك، هما اللي كيخدموا كيخدموا، والخدمة عندكم نتوما عند الجزائرية كيقول لك عبيد باسكو يترافاي سيريوزمون، خدم بلادو. حنا نهار اللي دخلت لجيري 5 ans après كنتحسن منا، حنا كان عندنا مشاكل، مي المغرب بلا بترول بلا غاز بلا مولي. تقول لي الفوسفات، الفوسفات راه ما يسواش حتى انديزيام ديال البترول، ولا ليكسبلواتاسيون ديالو باش توجدو باش تهيئو باش دير ليه التصفيه ديالو، سا دوموند بوكو دارجون بوكو دو طون وبوكو بزاف ديال الامور اللي فيها. دونك باش مابقاوش نهضرو، لا وجوه المقارنه ما كايناش. سي شنو عندنا البترول ديالنا والغاز ديالنا والديامون ديالنا، هو العقليه المغربيه الايجابيه التي انجبت المعجزات. المغرب بلد المعجزات ابارتيغ دو ريان مالغري الاستعمار. تصور واحد القضيه، الجزائر دابا محاميه علينا مع عده دول، كيش بغيتي كيش بغيتي نديرو لاباس، دخلنا عليك بالله تخير راسك انت في واحد الدرب ومحامين عليك كاع الدرب كامل محامي عليك، ما عندكش كاع اللي غادي، ما عندكش منين تخرج. لسبان ساده منا ولا الجزائر منا، موريتانيا الخائنه منا، مالي ما عندها حتى بوفوار، ما انت بعيد عليها، تونس بعيده حتى هي مظلومه، قدافي نازل عليك سد لك كاع البيبان من هيه، جمال عبد الناصر لاكليك اللي جات ورا الموت ديالو، دوك الثوريين ديالو ديال الوش، كلشي محامين على المغرب، كلشي باغي يديروا انقلاب الملك، كلشي باغي يقتلوه، كلشي باغي يخربوا المغرب. دابا شتي تصاحب مع نيجيريا كيفاش غيدير، كيفاش غيدير هاد المغرب؟ راه الفلوس كانت كتخسر، والمغرب غادي يديان يولي عامر كريديات وعامر مشاكل، لان محامين عليه باغيين يريبوه. واش بنادم المغرب خصهم يعرفوا هذه القضيه؟ هذاك هو السبب، الفقر ديال المغرب وسبب الفقر اللي شافوه المغرب وشافوه المغاربه وشافوا التشرد وشافوا السبب هي الحرب. الحرب راه ماشي سهله، حرب مفروضه عليك باطلا، الحرب مفروضه عليك باطلا، ومن عند من عند الجزائر. اش كنقول لكم انا ديريكتومون مون نينمي نيميرو 1 انترناسيونال الجيري، والعقليه هذه ديالي ما يحيدهاليش واخا ما عرف شنو، فهمت؟ لان كل المشاكل جايه من الجزائر، قريت انا في الجيري وقريت شتي القرايه ديال الجيري كيفاش دايره، وكيفاش شتي الجزائري غير تقول يكون صاحبك، تقول له نبغي الملك يكرهك، سوا في فرنسا سوا في الميريكان سوا في هولندا، واخا يكون زايد في لافرونس كبر في لافرونس وكلشي والجيريان، بار كونت الا قلتيها شينوي ولا جابوني ولا قلتها الميريكان يقول لك لونغ لايت تو ذا لايف، والله يطول عمرك، تو يقولها معاك. انا عندي صحابي دي زاميريكان، عندي صحابي دي زونغلي، عندي دي سويدوا، وجي كوني لي كرون اوم دافيغ فرونسي كيبغيو الملك، نعرف الناس كيبغيو الملك. والجزائري تقول ليه تهضر معاه راك نورمال، تقول ليه الصحراء مغربيه او عاش الملك، قتل على قنوات. الوغ كيصاحب معاك باش يستافد منك، من الخبره ديالك، من الصنعه ديالك، من الثقافه ديالك، او بروفيتي فيك تو كورمو. كاش ديك لاميتي افيك، كاش ديك لاميتي، جرب لي حداه شي ارجيري يقول لي عاش الملك كنبغي الملك، ونبوز يد الملك شوف كيفاش يدير معاه، بقى يقول لي الاسلام، يولي بالاسلام، هو راه شيوعي، هو راه شيوعي، وقيل ما عندوش كاع علاقه بالاسلام، كيقول لي الاسلام، بقى يجبد ليه الاحاديث، بحال لي الايه اللي كانوا يجيبوها في مغرب الشعوب، يومين كيتصنت لها جزائري، اذا دخلوا ملوكا قرية افسدوها مع اجل صدق الله العظيم، ما كنتش عاقل عليها، وجعلوا اعز اهلها ادله. المهم سمحوا لي انا ما كنتش حافظها، باسكو المهم اذا دخلوا ملوكا قريه افسدوها جعلوا اعز اهلها ادله. هذه فين كنت كنسمعها؟ انا كاع ما كنت نعرف هذه الايه، اصلا انا ما نكذبش عليكم نكون قاري قران، انا ما قاريش، كان قاري غير داكشي ديال الصلاه الحمد فاتحه وديك الفاتحه والعصر المهم دوك الايات الصغيرين ديال الصلاه، بحيث انا ماشي اختصاص ديالي باش ما نكذبش. المهم مهم كرويون، انا مؤمن، ماشي زعما كنشوفوا دابا كيستغلوا الدين باش يريبوا الملك، هما شيوعيين، هما شيوعيين بمعنى الكلمه. لا بروف شنو هي؟ الجزائر ورثت الارض، الارض مزيانه، كانت مزيانه بخير وعلى خير، الفلاحه كاينه خلاتها فرنسا،
كانت لو غرونيي دو لا فرانس الجزائر لو غرونيي دو لا فرانس من المنطقه الغربيه كامله من تلمسان معسكر مغانيزان من مسكران حتى الوهران طلعت ليلات كلشي كان لو غرونيي كاين لو بلي موجود الدرا موجود الداليات ديال العنب غير مشتت العنب والله قسم مشتت في الزناقي مشتت المغاربه مقابلينه وكان الامر غادي بخير وعلى خير هو ريبوم ديال دار جوج حوايج في الوثيقة ديال 19 جوان كي دار انقلاب المملة بغا يكون هيرو ايرو بغا يكون ان هيرو قال لهم ندير التصنيع ندير التصنيع بدا كيخربوا دوك الفيرمات كلهم ريبوهم داروا فيهم لي شونتي ديال الصناعة ما كاين حتى صناعة نصدر الطعية ما يجري بغا ندير الثورة الزراعية فلاح ولا موظف فلاح اللي يعطيه ارض يقول له دبر راسك اللي نتجتيها بيها ولا كلها لا دار ليه ارض وعطاه السكنه وقال لي شوف تخدم وداك الشيء اللي نتجتيه ديال التعاونيه ديال لا كوبيراتيف كيتخلص فونكسيونها والفلاح ولا يخدم على حساب الصالير ديالو يخدم قتل علاش الا المدين بغى عقليه جزائريه في شكل هو بغى يجيب عقليه روسيه بغى يدير كولخوص صرخوص بغى يدير لو كوليكتيفيزم دي ترافاي خدمه حنا كنقولها في المغرب تويزه ولكن تويزه هنا كنتعاونوا على شي خدمه كنساليوها كنمشيو نتعاونوا على الخدمه ديال الاخر وحنا غاديين في الحصاد او شي حاجه في المغرب هذا كولكتيفيزم ما خدمش علاش لا كونكورونس بدات مع المغرب لان كيسمع في المغرب في الفلاحه مزيانه وكل شيء كاين والعشيه كهضر طورزير العشيه جبد في الديسكور ديال المروك ملك المروك حنا ما نبوسوش يدينا ديال البريزيدون ورتها ودار كمل واش ولا بطل كبير جرع المغاربه علاش عنده مشكله مع الحسن الثاني وبغى الصحراء جرع المغاربه ابرياء ما دايرين والو برك في ديورهم داك يخرج فيهم فهمت ولا بطل الجزائر ولا ان ايرو ناسيونال دابا حاليا دخل لي ستاتي ديال لي زالجيريان اللي في لا فرونس اللي في كندا هاني ما كيكثر الصراع ما بين المغرب والجزائر كيقول لك ها هو السيد المستعش اللي كان خارج فيهم هذا كيف تفتخروا به وبيجي واحد يهضر معايا يقول لي انا يا خاوه خاوه انت كتفتخر بواحد المجرم ها مجرم اللي محنا عباد الله ونشب حرب هاد الحرب اللي منشوبه شكون دارها اللي باقيه لدابا غير ابو خروبه شكون دار هاد الحرب هادي ها مشاو الشيوعي مشاو كلشي وباقي الجزائر بوحدها اللي كاينه معزوله في العالم حتى واحد ما بقى يتيقها كلشي عارفينها باغي مصلحتها شكون باقي مضر مع المغرب ليسبان على تيديها خلات الصحراء للمغرب ليسبان واش الجزائر تقدر ليسبان ليسبان على تيديها ليسبان والجزائر باقي على صغار الصحراء والوزارة والروينه داكشي راكم عارفينه كامل رأيين داكشي ديال الثورة ديال المغرب كاع ما تخافوا عليه داكشي اللي كانوا يعيبوا عليه كيقولوا لنا عربيه تلبسوا الجلابه وتلبسوا القفطان وتلبسوا بتعياها ما ولاو دابا كيتسابقوا عليه ولاو كيلبسوه مابقاوش يلبسوا لي غوب دو سواغي ولي غوب ها مابقاوش كيلبسوهم مابقاوش يديروا لي شوسيغ ها لي شوسيغ بريون لا كرافات اي بابيون دابا تا هما باغيين الفوقيه وباغيين الجلابه المخزينيه وجلابه دونك التاريخ ديالنا ديما التاريخ اللي ما يكونش مزور هو اللي كيغلب و لو موند اونتي في المذكره ديال اكبر الشخصيات في العالم كل المذكره ديالهم كتلقى المغرب كيوصفك المغرب كتلقى فيه داكشي دونك ما يمكنش ياخذوا لنا ليدونتيتي ديالنا امبوسيبل ولا بغاو يحقدوا حتى فرنسا ما خصهمش يحقدوا عليها لان فرنسا واخا خلقت لهم داك الكومبلكس ديال الاستعمار حتى هما بغيو يولوا دوله استعماريه لان لا فرنسا ما قبلتهمش يكونوا فرنسيين ودابا شتي دابا تعاير ما كيعايروش لا فرنسا عايشين عندها دابا كنت تقول لهم شكون باغي يدير جنسيه فرنسيه الجزائر كاع اللي يديهم كلشي اللي يديه دابا كيحرقوا يوميا كيحرقوا والموات يوميا ولكن كاين تعذيب الاعلام كيحرقوا يوميا الجزائريين كيحرقوا فرنسا يوميا ومعروفين منين كيحرقوا من قدام من سان روك تونغاج مجيت بوزفيل تروفيل بوحمر عيون الترك مجيت رشقون مجيت بنينصاف تيرت العاصمه ديالهم لا بلاصه واش ديال الحريق معروفين كيحرقوا باش يمشيو يعيشوا تماك ها علاش لان لا فرونس ما قبلتش تبقى في لا فرونس باش ما يكونوش الجزائريين فرونسي سيتي لو ريفيراندوم سيتو لا مونتاليتي ديالهم ما عجبتهمش غادي ينسجموا معاهم غادي يولدوا اكثر منهم غادي يوليو غالبين عليهم ولا فرنسا تولي دوله متخلفه عاقوا بالقضيه ضحاو بكل شيء اللهم يطلقوا الجيري ويحكموها اداريا وماليا واقتصاديا الله يجعل البركه هذا الشيء اللي كاين هذا
خلوا عليهم المغرب ترونكيل، حنا ما كنقولوش الصحراء الصحراء اون ريكيبير الصحراء، ماشي من الجزائر عطاوها لنا، اون ريكيبيري راه عايشين فيها المغاربه في كرامه ديالهم. وتحدى الجزائريين يجيبوا شي شريط على على العيون والداخله وسمارة وبينوا دي زيماج داخل اسواق ومعاهد والسوبر ماركات والمدارس والمستشفيات، يضربوا واحد الدوره تما كبروا الشعب. واش المباركه وما يقدرش ياخذ الدوره ديالنا، راه خدا واحد يدان مع تسمى مسعود ومسعود، انا ما عارف كان خدا واحد المسلسل المغربي نسيت العنوان ديالو العام اللي داز، بدلو غير لاكتور وخلاو الملابس، وهاد المره بدلو لي زاكتور وخلاو الملابس حديدا نقلوها. تصور الغريب ان حتى الصوت ديالو باغي يديرو عبدو في بلاد الموحدين ديال سعيد الناصري نقلوه كما انزل وانت سيكسي في الجيري، وردوا انهم الموحدين هما اللي كانوا في الاندلس. تبارك الله عليكم، عواشر المباركه ورمضان مبارك.